شكرا جدا زميلنا العزيز مينا، وخلينا بقى دلوقتي نروح مقر تحديدا جريدة الجمهورية. مراسلتنا مريم سميح تابع هناك بقى اخبار الرياضة في الصحف والمواقع المحلية والعالمية، معها كمان ضيفها الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي. مريم بنصبح عليك انا وكريم طبعا في البداية، واكيد عايزين نبدا معاكي بالملف الابرز والاهم دلوقتي على الساحة الرياضية، وهو المنتخب ان هو المفروض هيغادر، البعثة هتغادر يعني عصر اليوم، فخلينا نعرف منك برضو تفاصيل اكتر، اتفضلي. بصبح عليك يا نهاوند، وكمان بصبح عليك يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. زي ما عودناكم يعني جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة الجمهورية، وفعلا يا نهاوند هو الملف الأبرز طبعا، هو يعني جميع الصحف بتتحدث عن منتخبنا الوطني ومغادرته اليوم، وكمان المران الأخير اللي هيخوضه، ومحتاجين إيه كمان علشان يعني نخوض المرحلة المقبلة. خلينا نبدأ بالعناوين قبل ما يكون معانا طبعا لقاء مع الناقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ حسام الغرباوي. العناوين معانا النهاردة، البداية من صحيفة الجمهورية: منتخبنا المغوار يسعى لتتويج المشوار، البعثة تغادر لكينيا بحثا عن نقطة التأهل. كمان من اليوم السابع محمد صلاح يوزع السعادة في ميران الفراعنة قبل مواجهة كينيا. ومن بوابة أخبار اليوم: مصر مرشحة لاستضافة بطولة العالم للقوة البدنية 2023. ومن جريدة الشروق: رسميا إقامة قرعة منافسات كرة القدم في الأولمبياد بمقر الفيفا. وأخيرا من روسيا اليوم: وفاة أسطورة الليكرز إلجن بايلر عن 86 عام. طبعا هنتحدث ونتناقش كمان ويكون معانا تحليل لكل هذه العناوين مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي والكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية. في البداية أستاذ حسام طبعا بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. يمكن الملف الأبرز فعلا، وكان في يعني ملف متكامل داخل صحيفة الجمهورية عن بعثة المنتخب، المران الأخير اللي هتخوض اليوم يعني صفوف المنتخب. كمان عايزين نتكلم ان في حالة من القلق بسبب مسحة كورونا اللي هتتم بعد وصول البعثة، ده طبعا بسبب انه في قلق كبير انه يعني يطلع فيه إيجابية في مسحة اي لاعب، ويتم على هذا الأساس استبعاد اي منهم، فعايزة اخد رأي حضرتك اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ان طبعا بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله انا عايز ان ما يبقاش في قلق خالص. دي مش جديده على منتخب مصر، منتخب عريق وليه تاريخ كبير في المواجهات خاصه الافريقيه. اما الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها بسبب جائحه كورونا، فده ما فيش برضو اي قلق، لان اكيد طبعا هم بيدخلوا من المعسكر بيتم عمل مساحات طبيه لجميع اللاعبين، واكيد في اطمئنان كبير على اللاعبين. ولكن طبعا ده هو القلق من هناك والمعدات واللجنة الطبية أو المتخصصين ان هم هيجروا المساحات، ولكن أكيد طبعا البعثة فيها الأطباء وفيها الأخصائيين بالقصة دي، وأكيد متابعين، وأكيد طبعا أي لاعب يظهر عليه الأعراض طبعا ما فيش خالص. فإحنا طبعا بنطمن الجمهور منتخب مصر وجميع الجماهير المصرية، وإن شاء الله بإذن الله أكيد الكابتن حسام بدري طبعا ذاكر كويس قوي المنتخب المنافس، وإحنا طبعا مصر كان ليها اليد العليا على بصراحة المنتخب الكيني في أغلب المواجهات. يعني إحنا كل المواجهات كان أغلبها فوز لمصر إن شاء الله، وبإذن الله أكيد هو طبعا إن إحنا نحصل على نقطة ليس بمستحيل على منتخب مصر، خاصة إن إحنا عندنا نجوم محليين ومحترفين وعلى رأسهم محمد صلاح. أكيد مش يعني مش هيبقى مستحيل عليهم نحقق النقطة ونتأهل رسميا إن شاء الله، رغم إن هو طبعا كتير اتكلموا على المناخ الصعب والرطوبة، ولكن أنا من وجهة نظري شايف إن المناخ قريب جدا من مصر. مصر برضو فيها درجات مرتفعة في الحرارة والرطوبة، فأكيد اللاعبين المصريين برضو معتادين على هذه الأجواء، وإن شاء الله يحققوا المكسب، خاصة إن المرة دي كمان منتخب ليه عناصر جيدة، تم شبابية قوية ومحترفين في كثير من سواء الدول الأوروبية أو العربية، فطبعا عندهم دافع قوي جدا يحققوا ونوصل بإذن الله للتصفيات المهمة.
مؤهله لكاس العالم، ونخش بكاس العالم بهذه العناصر بقوه، ونحقق اللي احنا كنا عايزين نحققه، غير زمان ان احنا نطلع من ادوار قبل 16 او الادوار الاولى، وان شاء الله نكمل ونحقق اكتر زي ما كانت السعوديه حققت والجزائر في المونديالات السابقه، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا المصري ان شاء الله. طبعا يعني الفرعون محمد صلاح كان عناوين كتيره جدا بتتكلم عنه، المران هو نشر كمان يعني عبر حسابه على انستغرام لقطات من المران، الحاله اللي بيخلقها محمد صلاح خاصه ان هو لاعب كبير وكل العالم دايما بيتحدث عنه. شيء طبيعي، محمد صلاح هو اصبح ايقونه مصر والعرب والقاره الافريقيه، ومحمد صلاح هو نجم عالمي. يعني احنا لو حطينا اسم تاني ولو جه ميسي مثلا وبيلعب، شيء طبيعي انه هيدخل السرور والبهجه على جميع اللاعبين، وهيبقوا عايزين يقربوا منه وعايزين يجاروه في المستوى الكبير الفني والبدني، فشيء طبيعي ان هو هتبقى فيه حاله من السعاده والثقه اللي هو طبعا هيساعد فيها محمد صلاح، خاصه الروح المعنويه، وده على ما اعتقد ان هيبقى فيه لقاء كبير او لقاء خاص ما بين الكابتن حسام البدري محمد صلاح، بحيث ان هو هيساعده طبعا في رفع الروح المعنويه لجميع اللاعبين الموجودين، واكيد هيدي دفعه معنويه كبيره للاعبين الموجودين، وهيدي ثقه، وده شيء طبيعي، شيء ايجابي جدا بالذات في المباراه دي، لان احنا باذن الله ان شاء الله ما هنكسبها ولو بنقطه واحده، وعلى ما اظن ان شاء الله احنا هناخد الثلاث نقاط باذن الله. محمد صلاح هيشارك فيها، وهو ده كمان طبيعه محمد صلاح، انه بيطفي روح من المرح وما بين زمايله، بيتعامل معاهم وبيهزر معاهم وبيتكلم وبيقعد. يعني انا كنت بشوفه حتى لما بيكون في سفريات خاصه او حاجه، او في اما كنا بنسافر مع المنتخب، بيقعد مع كل اللاعبين بشكل جماعي وبشكل فردي، وبيتكلم وفيه يعني تملي حديث اخوي ما بينهم بعض، خاصه ان بيقعدوا فترات كبيره ما بيشوفوه بعض خالص، فدي طبعا فتره يعني اللي هي فرصه ان هم يشوفوا قربوا من بعض، وتبادلوا الحديث وتبادلوا الاخبار اللي هم طبعا فاتتهم، وان شاء الله باذن الله هيكون محمد صلاح باذن الله اللي هي كلمه السر في المباراه القادمه، وان شاء الله مصر تفوز ان شاء الله. طيب دايما مصر برضو يعني بعد استضافتها لكأس العالم لليد، وان هي اصبحت رائدة في استضافة البطولات العالمية، في كمان يعني مقترح ان تقام بطولة العالم للقوة البدنية 2023، ده طبعا يعني بعد نجاح المرحلة الثانية للبطولة العربية. عايزك اكتر يا استاذ حسام تكلمني عن يعني مصر وان هي بقت رائدة في استضافة هذه البطولة. شيء طبيعي بعد نجاح مصر في اداره واستضافه كاس العالم لكره اليد، وازاي ان احنا ابهرنا العالم بالطريقه الجديده، ازاي ان انا استضيف بطوله ضخمه جدا ب 32 منتخب بالبعثات كبيره قوي، بدون ما يبقى في مشكله او يحصل يعني مشاكل كبيره، او هيبقى في مثلا اصابات ضخمه، وده اللي اذهل العالم، فبقى في ثقه كبيره جدا في مصر وما تملكه من امكانيات وخبراء في القصه دي، فشيء طبيعي هيبقى انظار العالم متجهه لمصر، وهيبقى في نوع من الطمانينه الكبيره ان مصر تدير اي بطوله، فما بالك ان احنا هنستضيف بطوله زي القوه البدنيه، فشيء طبيعي هيتم الموافقه لمصر بدون ما احنا ما نحط شروط او نطالب ان يبقى في ملف معين ايه الضمانات، لا مصر خلاص بقت ماشيه على نظام احترازي صارم، خاصه في المسابقات الدوليه، اصبح لمصر هي انا بعتبرها هي يعني اقوى دولة في العالم في استضافة البطولات الكبيرة، بعد ما كثير من الدول العالم أجلت بطولاتها، وكان منها الأولمبياد وكثير من الدوريات وقفت، إلا مصر إن شاء الله فعلا حطت خطة كويسة ونجحت في تنفيذها، وده اللي أبهر العالم، فشيء طبيعي إن احنا نستضيف بطولة زي كده. ننتقل للكرة العالمية، طبعا يوم 21 إبريل المقبل بيشهد يعني إقامة كرة منافسات كرة القدم في الأولمبياد بمقر الفيفا. طبعا احنا نتمنى طبعا التوفيق للكابتن شوقي غريب وجميع لجميع اللاعبين الموجودين ان شاء الله في الاولمبياد، وطبعا احنا بنمثل القاره السمراء مع كوت ديفوار وجنوب افريقيا، ونتمنى طبعا ان احنا ان شاء الله نحقق ميداليه، وطبعا ده مش هيجي بالسهل لما القرعه تبان، احنا المفروض طبعا احنا اكيد الكابتن شوقي غريب
درس جميع المنتخبات المتوقع لقائها، وده شيء طبيعي ان خلاص بقينا في وقت محترف واغلب اللاعبين محترفين بره ويملكوا قدرات كبيره جدا زيهم زي اللاعبين المحترفين، فشيء طبيعي ان هو اكيد حط سيناريوهات كتيره جدا تبقى متوافقه مع ظهور النتيجه بتاعه القرعه ان شاء الله. وباذن الله هو هيختار بقى من خلالها العناصر ان شاء الله والتشكيل الاساسي اللي هيقدر يخوض اولى المباريات بحيث تبقى دفعه قويه لنكمل شرف في المشوار في الاولمبياد، وباذن الله يحقق ميداليه جديده ومبارك له باسم مصر وتاريخ وجديد يضاف الى التاريخ المصري في عالم الرياضه وكره القدم ان شاء الله. دايما مع وفاه اي اسطوره في اي يعني لعبه، كمان كان في وفاه اسطوره الليكرز إلجن بيلر عن عمر 86 عام، يمكن كل الصفحات وكل مواقع التواصل الاجتماعي كان في حزن شديد على وفاته، يمكن في استرجاع كمان يعني لانجازاته في هذه اللعبه. فعايزه اعرف من حضرتك اكتر حاله الحزن الكبيره اللي بتبقى موجوده على اي اسطوره بعد الوفاه. طبعا خالص تعازي لوفاه الاسطوره السله ولجميع المحبين للرياضه. طبعا هو شيء طبيعي، السله من اللعبات الرئيسيه على مستوى العالم والمحبوبه جدا وان اغلب الناس بيتابعوها، وهو طبعا من اللاعبين اللي هم مهمين جدا، قدر ان هو في تاريخه حقق 4 مرات دوري المحترفين وشارك كمدرب يعني 4 مرات، وده طبعا خلى فيه ظهور كتير ليه وهو ملاعب وهو مدرب، فشيء طبيعي خلى الناس متعلقه بيه، فشيء طبيعي ما هيجي يعني يتوفاه الله، فشيء طبيعي ان هو هيأثر في جميع المحبي لكره السله. ولكن طبعا احنا المفروض دي سنه الحياه وان احنا نتعلم بقى من هذه النماذج، ازاي كان بيعيش، ازاي وصل، ازاي الناس حبته ليه، اكيد طبعا مع اجتهاد كبير ليه وحب ليه، ان احنا المفروض نتاسى بقى ازاي اللعيبه او اللاعبين المحليين وخاصه مصر ازاي ده وصل وبقى اسطوره ونجم، وهو ده اللي احنا نتعلم منه رغم يعني الوفاه والحزن اللي ممكن يسود بين محبي اللعبه، وهو ده اللي احنا لازم نتعلمه ان شاء الله وخالص التعازي يعني ان شاء الله. بشكرك جدا استاذ حسام، نورتنا وشرفتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. ده طبعا كان حوارنا على هامش جولتنا الصحفيه النهارده من داخل مقر جريده الجمهوريه. بشكركم جدا، العوده ليكم مره اخرى. يعني تغطيه حقيقي اكثر من رائعه، شكرا ليكي جدا يا مريم، وشكرا ليك جدا برضه زميلنا العزيز مينا من التتش. شكرا.